أنتم مع الجزء الأخير من صدى الملاعب، حلقة عن منتدى الإعلام العربي وجوائز الإعلام العربي اللي توجنا فيها لأول مرة تمنح للإعلام المرئي، توجنا كأفضل برنامج رياضي. الإعلام المصري، الإعلامي المصري الكبير عماد الدين أديب هنأ صدى الملاعب على فوزنا بهذه الجائزة وتحدث عن فعاليات منتدى الإعلام العربي وجوائزه، إضافة إلى ميوله الرياضي ترى رياضي مر، وحكى عن المنتخبات العربية المشاركين في كأس العالم فيفا قطر 2022. وكل الشكر طبعا للفريق اللي راح صور لي، هو حمزة بن جدو أميرة العابد. في البداية نرحب بك يا أستاذ عماد الدين ببرنامج صدى الملاعب. أهلا بك، وأنا سعيد أن أكون في برنامج صدى الملاعب. وقبل ما ابتدي أقول أي حاجة، أهنئ أخي وصديقي وحبيبي مقدم هذا البرنامج العظيم بجائزته، وأنا شخصيا من متابعينه ومن مشاهدينه، وأيضا في التيك توك بشوف حكمه وآراءه ومقولاته، وأنا سعيد جدا أن هو حصل على جائزة مستحقة. جائزة الإعلام العربي والمنتدى مر عليها 20 سنة الآن، وهذه بتعكس نجاح كبير للهيئة المنظمة لنادي دبي للصحافة، الشيخ محمد بن راشد والسيدة منى المري وفريق العمل اللي معاها. هذه الجائزة هي فعلا بتعلي شأن الإعلام والإعلاميين، وبتثير حالة من التنافسية من أجل تحسين الكفاءة. أزمة العالم العربي ليست الحرية في الإعلام بالدرجة الأولى، ولكن نقص في الكفاءة المهنية. فإحنا لما نحاول أن يكون هناك جائزة، وتكون جائزة شفافة وتمنح من شخصيات ثقات وعلى مستوى وعلى احتراف، هذا بيعلي شأن التنافسية، اللي هو بيعلي شأن جودة المادة المقدمة سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مشاهدة. لو نتكلم أستاذ عماد عن المنتدى العربي في هذه النسخة، شو اللي اختلف على النسخ السابقة في رأيك بحكم تطلعاتك أو بحكم يعني نظرتك؟ أولا في شكل جديد للجائزة هذه المرة، الجائزة كمان أبناء المهنة بيمنحوا حق التصويت فيها، وهم اللي بيختاروا الجوائز الأساسية. تنوع الموضوعات اللي موجودة في الجائزة. حين نتكلم على أستاذ عماد الدين في الرياضة، كيف أستاذ عماد الدين في الرياضة؟ يعني كيف معلوماتك في الرياضة؟ لا أنا متابع جيد جدا للرياضة في كل اللعبات، كرة القدم، التنس، في النوادي بشجع ليفربول عشان محمد صلاح، في مصر بشجع النادي الأهلي، في السعودية بشجع نادي الاتحاد، ومن 20 سنة تم تكريمي بأن أنا كنت عضو شرف نادي الهلال، فبشجع نادي الهلال وأنا معجب بنادي الهلال وبلاعبته وأتمنى له دائما النجاح. أدام أنك متابع دقيق للرياضة، في رأيك كأس العالم القادمة على بعد أقل من 50 يوم، مين تتوقع أنه يفوز بكأس العالم؟ كأس العالم السنة دي أعتقد في فرق ليست من الفرق المشهورة قوي، لكن بعتقد أن في بلجيكا وفي كرواتيا. تتوقع أنه ممكن يحدثون مفاجأة؟ لا ينافسوا، بس ما أعرف يعني الفرق التقليدية، الأرجنتين، كل الفرق اللي هي دايما عالمية ما افتكرش ليها نصيب. اعتقد الفرق اللي هي بلجيكا وكرواتيا يعني واقفين قدامي كلاعبين ممتازين كلعب جماعي. المنتخبات العربية مين تتوقع انه يتألق في كأس العالم؟ منتخب القطري والسعودي والتونسي والمغربي؟ أتمنى طبعا لكل المنتخبات العربية أن هي تؤدي أداء جيدا، لكن بعتقد المغرب ممكن يكون لها حظ كويس إن شاء الله، وأتمنى للأخضر السعودي كل نجاح لأن قلوبنا معاه، ولأن فيه لعيبة كتير من الهلال اللي أنا بشجعه.